والشمس تجري للمستقر الى ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدر منازل حتى هذا كل قدر قدير لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح من رؤية الله ومن رؤية في الفلك وخلقنا لهم من رؤية الله ومن الى رحمة من رمضان الى واحدة الى رمضان وما تأتي من آيات من آيات من آيات ربهم لكم عن المؤلف وإذا خلال ما فيكم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتمم لك إن شاء الله وطمئن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأتيهم يقسمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما درك المصدق.